ده واجب جامد قوي قوي يا سليمان. ما يجيش من بعد خيرك يا حاج ألف هنا. ده له كام يوم عمال يقول لي عايز اعزمكم على العشاء، بس مش عارف اجيب ايه. اكمن اللحمه والطيور قصادنا طول اليوم. انا اللي قلت له يبقى سمك. اهو تغيير وبيفتح النفس. ما بتاكليش ليه يا حبيبتي؟ ده انت حتى بتحب السمك. لا ازاي؟ باكل اهو متشكره. والله انا كنت عايز اعزمكم في المحل نفسه يا حاج، بس رباب اختي قالت لي بقى انك انت مش هتوافق. بيني وبينك يا سليمان، انا بخلص الشغل ما بروحش اي مكان، بطلع البيت على طول. النبي والله العظيم قلت له كده. بقول لك ايه يا جوز بنتي؟ قول يا حماتي. هو في حكايه كده عايز اكلمك فيها، بس مستحيه. مستحيه؟ لا قولي وما تستحيش. اصل البت رحاب بنت اخوك، يعني هي كويسه، احنا ما قلناش حاجه، بس ابني مش عايزها. طب انا ياما ايه اللي يجمعني برحاب؟ انا ياما علبة ريدة ياما بس. لا ما استنوا انتوا شويه بس كده وفاهميني يا حماتي، فاهميني بالراحه كده. دلوقتي رحاب بتلاحق ابني وسايقه عليه توب الارض، ودايره تقول للناس كلها قال ايه، انه خطبها من ابوها وان هو وافق. معقوله يا حاج ما سمعتش كلام زي ده؟ لا والله ما وصلني حاجه من ده خالص. وبعدين عموما يعني سليمان مش بنت عشان يخاف على سمعته، يعني ده راجل ما يعبوش اي حاجه. المشكله عندها هي، هي اللي هتوقف سوقها وتبوظ سمعتها. ما هو ده حاج اللي انا قلته والله. ما تسيبيها ياما تخبط راسها في الحيط وتهبط براحتها. وانت اصلا ياما بتتكلمي في قصه زي دي مع الحاج ليه انت؟ عارف يا حاج، اخر مره شفتها كذبت عليها بصراحه وقلت لها ان انا اخويا هيتجوز قريب، وطلبت منها انها تشوف لي حاجه كده مذهب تبرق احضر بيها الفرح عشان تتبط، حتى اسال امي. مش كانت بتعيط ياما؟ لا ما تشغلوش بالكوا بيها، دي بنت قليله الربايه هي واخوها. هو انت ما بتاكليش كابوريا ليه؟ انت بتحبهاش يا عبير؟ لا ازاي؟ بحبها.